بروفيسور أسامة سمير، شرفنا إن شاء الله بمحاضرة عن الـ role of ETV CPC in the management of infantile hydrocephalus. السلام عليكم، وأحب الأول أشكر مستشفى أطفال مصر وأشكر حضراتكم يعني على إتاحة الفرصة ليا. شرف كبير ليا إن أنا أكون موجود معاكم. أنا تكملة طبعا لكلام دكتور عاصم عن الـ approach how to treat hydrocephalus اللي هو يعتبر خمس الـ practice بتاع النيوروسيرجي عموما، وحوالي هو الموست كومن كونديشن احنا بنعالجها في البيدياتريك نيوروسيرجي. الهيدروكافلس بصراحه اخر 100 سنه في تطور كبير حصل جدا في فهمنا للهيدروكافلس وطريقه التعامل معاه. يمكن دي من اوائل التجارب اللي اتعملت سنه 1919 باي داندي، ان هو شال الكرويد بريكسس من وان اوف ذا فنتريكلز، ولاحظ ان الفنتريكلز ده حصل له كولابس، ومن هنا جت فكره ان هو الكرويد بريكسس هو المسؤول عن السكريشن بتاعه السي اس اف. هارفي كوشنج هو صاحب يعني الديسكريبشن بتاع السيركيليشن بتاعه السي اس اف، ومنين بيحصل له سكريشن ومنين بيحصل له ابسوربشن، وسماها الثيرد سيركيليشن بعد البلد وبعد الليمف. يمكن التجربة دي برضو كانت مختلفة شوية عن واختلف بعديها فهمنا للهيدروكافلس، ان هو ديروكو حط بالونة في one of the ventricle وخلى البالونة دي ليها pulsation synchronized مع الهارت pulsation. لاحظ ان الventricle اللي فيه بالون ده حصل له dilatation على الرغم ان الفوليوم والبريشر ما تغيرش، وبالتالي الموضوع مش بس موضوع bulk flow او موضوع excess water in the ventricle، ولكن الموضوع also ليه علاقة بالtransmitted pulsation زي ما دكتور عاصم ذكر. ومن هنا جت الفكرة بتاعت الـ ETV CBC introduced للـ scientific society، ان الـ ETV ده عبارة عن alternative pathway لكن هو also a pulsation absorber، والـ CBC او Choroid Plexus Cauterization هو اللي بيعتبر بيقلل الترانسميشن بتاع البلسيشن بتاع الفيسل عن طريق الكابيلرز دي، وتقلل البلسيشن او الدايلاتيشن بتاعت الفنتركلز. وزي ما احنا شايفين ده يعتبر لما بنشوف الصوره دي في الام ار اي بنعرف ان في تيربلنس في السي اس اف، ودي طبعا اكوردنج للهيدروداينامكس سي اس اف بلسيشن موديل دي وان اوف ذا كوز اوف دايلاتيشن، وخصوصا في الاطفال اللي هم عندهم لاكستي في الفنتركل وولز. خلال اخر 100 سنه بصراحه كان من اول 1918، من قبلها ما كانش في حاجه اسمها تريتمنت للهيدروكيفلس، كان حاجه ليزا كونديشن لما بتحصل ما خلاص ما لهاش اي علاج او اي حاجه. لكن بعد كده واخر ال 1920 كان البرنسبلز واضحه ازاي نعالج الهيدروكيفلس، يا اما نقلل البرودكشن يا اما نزود الدرينج يا اما نعمل دايفرجن. على الرغم ان الكونسبت سيمبل جدا، ولكن كانت المشكله هاو تو اتشيف ذا جول، ايه التول اللي انا اقدر استعملها عشان احقق الكونسبتس دي. حصل كذا ترايلز يعني ليها تفاصيل كبيره جدا، ولكن كلها كانت بتتركز حوالين ان انا اشيل الكرويد بلكسس عشان اقلل البرودكشن، او ان انا اعمل الترناتيف باثوي. لكن كل الحاجات دي كان يعني كاتاستروفيك على البيشنت، كانت حوالي 50% مورتاليتي immediately، وكان الباقي يعني دايد يعني سونر افتر ذات. 1939 بدات فكره الدايفرجن اوف سي اس اف، واللي هي عن طريق ان انا انقل السي اس اف من الفنتريكلز عن طريق تيوب elsewhere يعني. And they literally try every space in the body. يعني this is just some example، لكن they try mastoid air cells, the fallopian tube, digestive tract, even they sacrifice the kidney to do a ventricular ureter shunt. كانت المشكلة ساعتها ان اولا ما فيش فالف، كان just a tube، وبالتالي كان ما كانش فيه تحكم في الفلو بتاع ال CSF. والحاجة التانية كانت التيوب ساعتها معمولة من الرابر، يعني كلنا عارفين اليورينري كاستر لو قعدت أكتر من 5 أيام في عيان ممكن يحصل أدهيجنز ويحصل مشاكل كتير، فتخيل اليورينري كاستر دي في البرين يعني. لغاية 1956 هولتر إذ أن إنجينير اخترع الصمام بشكله اللي احنا نعرفه في الوقت الحالي، واخترعه عشان يعالج هيز دوتر يعني، بالتعاون مع النيوروسيرجن اسمه سبيتس. الصمام ده كان معمول اولا في فالف بالشكل اللي احنا متعرف عليه في الوقت الحالي، واحنا دلوقتي كل الصمامات عندنا فيها ايزر فيكسد بريشر فالف او بروجرامبل فالف. الحاجه الثانيه مصنوع من ماده السيليكون، السيليكون طبعا ما بيحصلش منها رياكشن زي الرابر. بصراحه ده يعني عمل نقله نوعيه كبيره جدا من 50% مورتاليتي او اكتر لغايه وصل المورتاليتي في الفيرست اوبريشن بتاعه الشنط الزيرو،
والخامس ال 5 year survival approach 90% first operation. ومن ساعة ما اخترعوا الصمام وبدأت الانترست عموما في الهيدروكفلس ريسيرش يقل، وعلى حساب مواضيع تانية بدأت تظهر ساعتها زي الإبيليبسي والباركنسون. يعني بالتناغم مع الكلام ده كان في برضو تطور في النيورو اندوسكوب. أول فيرجن اوف نيورو اندوسكوب هو اكشوالي كان يوروسكوب، كان منظار مسالك، وكان طبعا بيستخدم فيجواليزيشن بدائية جدا، وكان كل المانوفر ان هو بيعملها بيخش عن طريقه يعمل شير للكرويد بليكسس، وطبعا ده كان بيعمل مورتاليتي كبيره جدا. الان وصلنا للوقت الحالي، عندنا تقريبا ثلاث انواع هم اللي موجودين على مستوى العالم كله في النيورو اندوسكوب. اول نوع اللي فوق ده هو الريجيد اندوسكوب، النوع اللي هو اللي تحتيه الفايبر اوبتيك، وده فليكسيبل نيورو اندوسكوب، والنوع اللي تحت خالص ده الثيرد ده الديجيتال اندوسكوبي برضه فليكسيبل. الفرق بينهم بصراحة كبير. الريجيد ده يعتبر موجود في كل مستشفيات مصر اليونيفرسيتي طبعا بليسز، وكانت موجود برضو دكتور عاصم يعني قدر يجيبه في مستشفى أطفال مصر، وهو يعني يعتبر أول يعني أحدث فيرجن يعني من الريجيد اندوسكوب اللي هو الكارل ستورز. الحاجة الثانية الفايبر أوبتيك، هو ده الفليكسيبل نيورو اندوسكوب اللي برضو متواجد بس في عين شمس حتى الان يعني، ونتمنى انه يحصل ابجريد في اطفال مصر ان احنا نقدر نجيبه. ميزه الفايبر اوبتيك ان هو تقريبا يعني حجم الدايمتر بتاع التيوب نفسها لا يتجاوز النص سنتي، فدي حاجه طبعا هيبان دلوقتي ازاي هتفرق كتير في الابروتشز وفي الاكسبلوريشن للسيسترن. وتقريبا الفايبر اوبتيك والديجيتال نص او تلت الدايمتر بتاع الريجيد اندوسكوب، وبيسمح بزاوية رؤية ومانيفرابيلتي عالية جدا. تقريبا كل الفنتريكل سيستم بيبقى اكسسابل بالفايبر اوبتيك. مثال بسيط، الريجيد عن طريق كوخر برهول او وان انتري اقدر اجيب بس الفرونتال والاوكسيبيتال والثيرد فنتريكل، لكن بنفس الانتري اقدر بجيب الفليكسيبل كل تقريبا الفنتريكل سيستم بالاضافة الى الميرور اناتومي بتاعه. ده شكل كده للفايبر اوبتيك يعني اثناء الشغل. لو شفنا فوق هنا اقدر اجيب هنا الفرونتال هورن، اقدر اجيب هنا التمبرال هورن، اقدر اجيب هنا السيسترن البريبونتاين سيسترن اقصد، اقدر اجيب هنا الاوكسيبيتال، اقدر اجيب هنا اوصل للفورث فنتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفيس. فتقريبا كل الفنتريكل سيستم كوبي اكسست بالفايبر اوبتيك فليكسيبل او الديجيتال فليكسيبل اندوسكوب. نرجع تاني بقى للشنط. ليه احنا بنحاول نافويد الشنط او نحاول ان احنا نوصل ذا موست ابروتش عشان اقدر احقق شنط فريدم؟ الانستنس بتاع كونشنترال هيدروسيفلس حوالي 3-4 في الالف، الانفكشن ريت وورلد وايد حوالي 20%، المالفانكشن في اول سنتين لاي شنط 40-50%، 80% في اول 10 سنين، ولايف لونج 80-90%. وبالتالي الناس بدات تتكلم ان هو الفيلير بتاع الشنط از انيفيتابل، هيحصل يعني. كوست طبعا عالي جدا. احنا قلنا خمس الحالات بتاعه النيورو سيرجري عموما هي ديلينج وذ ايذر دينوفو هيدروكيفلس كيسز او ديلينج وذ ذا بروبلم اوف شنط اتسلف. This is just one example of a number of cases we did in 2019 in Demirdash. 240 حالة equal 240 هاردوير اتحط. كان ساعتها سعر الصمام حوالي 3800، دلوقتي حوالي 10. مش بس كده، الكوست على الحكومة نفسها لو احنا قلنا قرار علاج هيبقى الشنط او النيو شنط او الريفيجن للشنط من 6-5000، وده نص التكلفة. نص التكلفة بتاعته ده الاندوسكوبيك ابروتش، يعني الاندوسكوب مش هيكلف سواء الجوفرنمنت او الهيلث فاسيليتي التكلفة بتاعت الشنط نفسها، بالاضافة طبعا الكمية الانفستيجيشن اللي بتتعمل للشنط زي سي تي برين، زي الشنط سيريز، زي الالترا ساوند. كل حالة شنط سسبكتد مالفانكشن لازم اعمل كل السيريز دي، بتعرض العيان لاشعاع، بتعرض العيان لتكلفة وكوست يعني. زين دكتور بنجامين وارف، ده البروفيسور اوف بيدياتريك نيوروسيرجري هارفارد ميديكال سكول، قدم في 2005 يعني نيو ابروتش ونيو داتا، وكانت بصراحه جيم تشينجر بالنسبه للبيدياتريك نيوروسيرجري. هو شايف ان الاي تي في لوحدها السكسس بتاعها كان حوالي 47% لو اتعملت في اقل من سنه، وطبعا معظم حالات الهيدروكيفلس الانسيت بتاعها بيبقى اقل من سنه.
كمان الباترن اوف فيلير الشنط كود بي فيل اني تايم اني وير، يعني ممكن لو العيان مثلا في لو سورس اريا او اواي فروم هيلث فاسيليتي ممكن يحصل ان هو يخش في اكيوت هيدروكيفلس وكان نوت فايند ان نيوروسيرجن او هاردوير ات ذات تايم. على عكس الاي تي في 90% او اكتر من 90% من الفيلير بيحصل في اول 6 شهور وبيحصل جرادوال فيلير ما بيحصلش اكيوت فيلير، وبالتالي كود بي اكسبكتد وينفع اكتر في الاماكن اللي هي لو او ميدل انكم كونتري. ودي كانت الاستادي اللي قدمها وقال ان هو باضافه الكوريت بريكسس كوترايزيشن هيزود السكسس من حوالي حاجه 40% الى 66%. بس ان اوردر تو اتشيف الكوريت بريكسس كوترايزيشن لازم يبقى كومبليت كوريت بريكسس كوترايزيشن، وعشان اعمل كومبليت كوريت بريكسس كوترايزيشن في البوست لاترال فنتريكل يبقى لازم استخدم فليكسيبل، يعني لازم او يعني كابروش كتكنيكال اعملها بفليكسيبل نيورو اندوسكوب. دي الحاجه اللي هتسمح لي ان انا اعمل ابروش الكوريت بريكسس bilateral واعمل كومبليت او مور ذان 90% اوف كوريت بليكسس، وبالتالي يظهر ده افكتيف في البروسيجرز. يعني مش بس كده، الاي تي في عموما او الاندوسكوبيك عموما الانفكشن ريت بتاعه 1-2% ان كومباريزون للشنط اللي هو 20%. الاي تي في انفكشن بتبقى سوبرفيشال انفكشن مش زي فنتريكولايتس او توصلني المالتي سيبتيتد هيدروسيفلس زي ما بيحصل في الشنط انفكشن. ودي كانت الريزلت، يعني مش هشغلكم بيها، لكن كان السيجنيفيكانت ريزلت دي بتظهر في الكونجنتال هيدروسيفلس وان نون بوست انفكشوس هيدروسيفلس which is actually the first common causes of hydrocephalus in Egypt. ده اللي كان الموديل اللي كان دكتور عاصم وانا يعني كنا عاملينه في عين شمس as a trial او as a study ongoing study in partnership with Boston Children's Hospital and the NeuroKids. الام بتاعنا ان احنا كنا عايزين نوصل لاتليست 50% ريدكشن اوف شنت هاردوير، وده عن طريق ان احنا نابجريد الاندوسكوب اكسبيرينس بتاعتنا وان احنا ناد ليها الفليكسيبل اندوسكوب. وباي فار عين شمس از ذا فيرست استابليش فليكسيبل اندوسكوب ان ايجيبت فور نيورو سيرجري. ده كان دكتور بنجامين وارف ان هيز فيزيت ديورينج تريننج ويك ان ايجيبت ان مرداش. الستيب بتاع السيرجري احنا شفنا كلنا الجروح بتاعه الشنط، يعني جرح في البطن وجرح في الراس وغالبا ممكن اذر انسيجن تو باس ذا تيوب، لكن بالنسبه للجرح بتاع الاندوسكوب هو جاست 1.5 سنتيمتر تو 2 سنتيمتر ذس نايس ليتل انسيجن اند وي يوز ذس هولدر تو هولد ذا اندوسكوب اند ذس از اندوسكوب وذ ذا هولدر. And then we open this just little incision, and this is the endoscope related to the incision. And this is a picture in front of surgeon. So with flexible endoscope, even in ATV field, we can reach beyond the third ventricle floor. We can never do this with a rigid endoscope because for fear of injury the basilar, but with the endoscope, flexible endoscope, you have a very little tiny tube. You can go through the cistern, you can reach lower cranial nerve, you can open any adhesions you can see, and you can use it in exploration of cistern in case of failed ATV. And by far, this is our like initial result since March 2022. We did 34 patients. We don't record any procedure-related complication. We have only one death in a postoperative follow-up due to sepsis, bad general condition. We have total number of failure 8 in the whole cohort, and just 5 of them need shunt, mean 14% of them, and 3 had ATV exploration, and the study is still ongoing. So by far, hydrocephalus is still a clinical and financial burden for any health setting. We don't have any shunt, ideal shunt type or brand since 1950. In our model, we try to think first about endoscope, and we try to encourage our colleague physician to think first about endoscope. Because when we think first about endoscope, I guess we give the best chance for shunt freedom. And flexible neuroendoscope do a convenient tool to do the job at time being, but still we need a final result. Thank you. شكرا دكتور اسامه. طبعا وبنشكر دكتور عاصم انه عرفنا على حضرتك، نورتنا وشرفتنا بحضورك حضرتك.